متابعة مباراة بصوت معلق نحبه يعطيها نكهة من المتعة والفرجة، حيث ينقلنا إلى عالمه الخاص ويستعرض لنا معلومات عن الفريقين وحكايات عن مباريات سابقة وعن حياة اللاعبين الشخصية، ثم يعود بنا فجأة مبشرا بهدف أو منتقدا خطة مدرب أو أداء لاعب ضعيف. اليوم المعلق الرياضي الأشهر في الخليج والوطن العربي سينقلنا إلى أجواء كأس أمم آسيا لنعيش عالمه الخاص في بطولة لم تنطلق بعد. إنه أشهر من أن يعرف كابتن يوسف سيف. مرحبا بك في توقعاتي. أهلا مريم، هلا، شكرا على التقديم الجميل. تستاهل أكثر كابتن. كابتن، من موقعك كمعلق لما بتعلق على المباراة، هل بتستبق أمرار الهدف أو النتيجة أو أمرار بتصيب توقعاتك ولا بتخيب؟ هي بعض الأحيان تصيب وبعض الأحيان تخيب. إحنا يا معشر المعلقين أثناء المباراة ومع كثرة الممارسة ومعرفة الفريق، أنا شخصيا أشعر بعد حوالي 15 دقيقة ولبعض الفرق وبالذات الكبيرة، وأردد هذا القول، أن مثلا ريال مدريد راح يسجل هدف، أكيد بتزعلين، أو برشلونة راح يسجل هدف، فبالفعل يأتي الهدف. وهذا الحقيقة حدث معي أكثر من مرة حتى على مستوى منتخب قطر. طيب، علقت كثير على كأس أمم آسيا. كابتن، هل عادة لما بتكون مباراة مصرية أكون أو لا أكون بالنسبة للعنابي بتتجنب أمرار تعلق عليها؟ بتكون هيك مشاعرك متوتر، بتفضل ما تعلق عليها، ولا بالعكس ترفع التحدي وبيكون عندك ثقة عمية وبتقول بدي أعلق على منتخب بلادي؟ على الإطلاق، بل أنا سعيد جدا وواجهت مثل هذه المواقف، ولا تعني لي شيء، هذا منتخب بلدي، ولن أتوقف عن التعليق إلا لأسباب يعني غير طبيعية. جاهز على العنابي؟ جاهز اليوم لهالتحدي؟ إن شاء الله. لكن أنا شخصيا علاقتي مع كأس الأمم الآسيوية بدأت في عام 1980، وعام 1980 كانت البطولة التي نظمتها الكويت، بلد عزيز وشقيق وغالي، ومنتخب أيضا شقيق وغالي، ويمكن يكون هو من أبرز الغائبين عن البطولة القادمة منتخب الكويتي. فأتمنى يا مريان أن يعود المنتخب الكويتي، ويعود زميلي أيضا العزيز خالد الحربان على أساس يجدد شبابه مع الأزرق الكويتي. على كل حال، نتمنى أن تعوض المنتخبات العربية المشاركة في هذه الدورة غياب الأزرق الكويتي. إذا مشاهدينا، بعد قليل كأس أمم آسيا 2019 بعيون المعلق الكبير يوسف سيف، إلى أين يا ترى سيأخذ العنابي القطري في هذه النسخة؟ الجواب بعد قليل، لا تذهبوا بعيدا. كابتن يوسف سيف، نسخة استثنائية من بطولة كأس أمم آسيا بكل المقاييس والمعايير، مشاركة 26 منتخب، بل 24 منتخب بدل من 16، هل أنت مع زيادة عدد المنتخبات من أجل تطوير اللعبة أم ضد؟ والله الحقيقة يعني حتى بطولة كأس العالم عملية أن 16 فريق موزعين على أربع مجموعات كانت حتى حق بالنسبة للمتابع، بالنسبة للمشاهد، أولاً عدد المجموعات قليل وعدد المباريات أكيد أقل، أعتقد الفرجة للمشاهد تكون أفضل وتكون أدق حتى في كثير من الأوقات، ولكن تدخل أكيد عوامل كثيرة، وأعتقد العامل المادي أيضاً حاضر، لذلك زادت عدد الفرق في بطولات كأس العالم، واتبعها بعد ذلك زيادة عدد الفرق حتى في قارتنا الآسيوية في بطولة كأس الأمم الآسيوية، كما نلاحظ مشاركة 24 منتخب. نعم كابتن، جاهز لتحدي برنامج توقعاتي؟ واتحداك، لأن احنا في نفس المجموعة، لبنان مع قطر. طيب، المجموعة الأولى كابتن يوسف، الإمارات متسلحة بأرضها وبجمهورها، في
مجموعة سهلة نسبيا، مهمة سهلة أمام تايلند، الهند، البحرين. أول ثاني هذه المجموعة، أفضل ثالث. تايلند أفضل ثالث بكم نقطة؟ ممكن ثلاث نقاط. ثلاث نقاط. أنت حدث عن تسع نقاط. ممكن صاحب المذكر المركز الأول كل تسع، أقل من ذلك. صدمني اختيارك للبحرين بالوصافة مش تايلند، مع أنه تايلند تدخل المشهد الآسيوي بقوة. هذا صحيح، بس انتبه يا نيرمان أن المنتخب البحريني راح يلعب في الإمارات. فرصة كبيرة الحقيقة لجماهير البحرين أن تصل وتحضر وتؤازر منتخب البحرين، وربما يكون هذا من صالح المنتخب البحريني. منتخب الإمارات ترشحت المركز الأول، صاحب الضيافة، صاحب تصنيف جيد إذا ما قارنتي بفرق المجموعة الأولى ككل، نظم بطولة 96 وحتى وصل إلى المباراة النهائية. المجموعة الثانية، المنتخب الأسترالي حامل اللقب في صدام مع ثلاث منتخبات عربية هي سوريا، فلسطين والأردن. من سيتصدر؟ اخترت أستراليا في الصدارة وصيف، سوريا، وبين الدربي وضعت الأردن في المركز الثالث بكم نقطة كابتن؟ هني هذه المجموعة يمكن الحديث جدا عن صاحب أفضل مركز ثالث. كم نقطة بتاعت الأردن فوز على فلسطين؟ المركز الثالث ثلاث أربع نقاط. نعطيها أربع ولا ثلاثة؟ فوز وتعادل ولا بس فوز؟ أربع. أربع. مع أن هذه المجموعة في غاية الصعوبة، فيها منتخب عزيز جدا فلسطين علينا جميعا اللي هو منتخب فلسطين. أتمنى أن يذهب بعيدا منتخب فلسطين. كلنا بنتمنى هالشيء. المجموعة الثالثة، الوصيفة، كوريا الجنوبية تقارع التنين الصيني مع مارتشيلو ليبي، فيلبين وكرغزستان في أول مشاركة. من سينتزع الصدارة؟ كوريا الجنوبية، الوصيف الصين، أفضل ثالث بين فيلبين وكرغزستان. فيلبين بعد مرة كابتن، الثالثة ثابتة. بكم نقطة بتاعت الفلبين؟ دائما ثلاث أربع نقاط. خلينا نقول ثلاث نقاط. ثلاث نقاط. كوريا الجنوبية بالمناسبة في مبرر أو مبررات كثيرة لترشيحها، دائما تلعب الأدوار المتقدمة، وصيفة أربع مرات، كأس العالم، بطلة، وأكثر فريق حتى وصل للمباراة النهائية، لذلك أعطي الحقيقة الأفضلية في هذه المجموعة. المجموعة الرابعة، إيران بتجربة مونديالية رائعة واستقرار فني مع كارلوس كيروش، مع العراق، فيتنام، اليمن. بكل ثقة إيران في الصدارة، عراق وصيفة، أفضل ثالث فيتنام. بكم نقطة كابتن؟ أتمنى أول شيء أن لليمن، بس الحقيقة في واقع، في واقع يفرض نفسه أن الترتيب يعني بهذا الشكل. إيران، ليش إيران؟ إيران صاحب أعتقد أفضل تصنيف عالمي في كل الفرق الأربع وعشرين منتخب إيران. فيتنام بتعطيها كم نقطة؟ ثلاثة أو أربعة؟ فوز على اليمن، ربما فوز على اليمن ثلاثة، ممكن تأخذ نقطة هنا وترفع إلى أربع، عندها فرصة مثلا ممكن توصل ثلاث نقاط. المجموعة يلي قلبك وعقلك وروحك فيها كابتن، السعودية تواجه العنابي القطري، لبنان العنيد، وكوريا الجنوبية الشمالية. خيار صعب، بس حس مشيتك بكل ثقة. لا، ما في بثقة. قطر في الصدارة، الأخضر السعودي وصيف، بين لبنان. لبنان فاز على كوريا الشمالية بخمسة أهداف في تصفيات كأس. أنت مين كوريا الشمالية ولا لبنان؟ كوريا الشمالية أم لبنان أفضل ثالث؟ أنت مين تبين؟ أنا أنت على مسؤوليتك. والله أتمنى لبنان، مع أن الكوريين يعني. لبنان بكم نقطة بتعطي؟ نفس الشيء، المركز الثالث هذا المجال، لكن هذه المجموعة
في التاريخ يقف مع المنتخب السعودي لا شك في ذلك، من حيث عدد الألقاب، من حيث الحضور، وحتى التواجد الأخير في بطولة كأس العالم. لكن الحقيقة عندي ثقة هذه المرة جدا، احنا سجلنا منتخب قطر في كأس الأمم الآسيوية لم يصل إلى مستوى طموحاتنا. هذه المرة أعتقد في تشكيلة ممتازة من اللاعبين الشبان وأصحاب الخبرة، لذلك لا أستبعد وأتمنى أن يكون العنابي في المركز الأول. لبنان كم نقطة؟ دائما صاحب المركز الثالث ما بين 3 إلى 4 نقاط. وإذا بطلب منك تعطي لبنان؟ والله فوز على كوريا الشمالية، على كوريا الشمالية مثلا، فوز تأخذ نقطة مثلا من السعودية من هنا أو ولا هنا. قطر 4 نقاط، ويعتمد على نتائج المجموعة الثانية. المجموعة الأخيرة اليابان مع أوزباكستان ومع عمان علي الحبسي وتركمانستان، لمن تعطي صدارة هذه المجموعة؟ اليابان في الصدارة، الذئاب البيضاء، عمان قرار مفاجئ، أوزباكستان أفضل ثالث. قبل ما نحكي عن اختياراتك، أوزباكستان كم نقطة؟ كم نقطة بتعطي لك؟ هذه المجموعة صعبة. صعب. خلينا نقول نقطة. أنا أقول عاطفيا وحبي لجمهور عمان، بس أوزبكستان منتخب قوي متطور، وعرفناه حتى في التصفيات الأخيرة لمونديال روسيا. لكن أتمنى أن منتخب عمان يأخذ النقاط من أوزبكستان، وربما يترك أوزبكستان في المركز الثالث. كم نقطة؟ منتخب اليابان أعتقد في صدارة هذه المجموعة. أوزباكستان 3 ولا 4 نقاط؟ أنا وجهة نظري 3 إلى 4 نقاط. 4 أربعة. طيب كابتن، 6 منتخبات بدك تختار منهم 4 لا يتأهلوا لدور الثاني. خلينا نشوف. أوكي، بين فيتنام، فيلبين وتايلند ساووا بالنقاط كابتن، مين بتحط لمواجهة أستراليا بالدور الثاني؟ فيتنام والفلبين وتايلند. أعتقد تايلند. تايلند، قضيت على تايلند بالدور الثاني مع أستراليا. لنشوف مين رح تختار لمواجهة إيران بين لبنان ب4 نقاط، أوزباكستان والأردن. من تؤهل إلى الدور الثاني في مواجهة إيران؟ منتخب إيران. من بين لبنان وأوزباكستان والأردن ساووا بالنقاط؟ أوزبكستان. أوزبكستان. الآن من سيواجه الأبيض الإماراتي بين فيلبين ب3 نقاط، فيتنام، لبنان، لأنه لبنان عنده نقاط أكثر. حكمت على لبنان بمواجهة أصحاب الأرض. الآن من سيواجه كوريا الجنوبية؟ لم يبقى سوى الأردن. إذن هاي هي خياراتك كابتن. رسمت أنت لوحة الدور الثاني من كأس أمم آسيا. إذا فينا نحكي ربما أقوى المواجهات، فينا نقول دائما هالسيناريو ببرنامج توقعاتي موجود، العنابي في مواجهة العراق في الدور الثاني. دائما بكل الحلقات هالسيناريو كان موجود. بتحب تعلق على هالمباراة؟ يصير خير إذا التقينا مع أخواننا العراقيين، يصير خير. دائما احنا اذا ننظر الى التاريخ، التاريخ يقف مع منتخب العراق، خاصه ان يعني يونس محمود ورفاقه حققوا بطوله 2007 في المباراه النهائيه في جاكرتا. لكن اكرر القول ان منتخب قطر هذه المره في بطوله اسيا قادر على الذهاب الى ابعد من ذلك. اذا مشاهدينا، من سيغادر بطوله امم اسيا ومن سيبقى؟ دائما بعيون المعلق الرياضي المتألق دائما وأبدا يوسف سيف. الجواب بعد قليل، ابقوا معنا. إذن 9 منتخبات عربية من أصل 11 منتخب
وصلت إلى الدور الثاني من المشهد الآسيوي بتعليق الكابتن يوسف سيف. من سيغادر ومن سيبقى؟ بلش الجد كابتن. الله الله على الجد. جاهز؟ وللجد الله الله عليه. نعم. طيب بلش. أستراليا في مواجهة تايلاند، من يغادر ومن يبقى؟ بكل وضوح الصورة كانت عندك، ما في مجال للمناقشة. ما في مجال. لعيبة محترفين موجودين في الخارج، تواجد في كأس العالم، التصنيف، حامل اللقب أعتقد. طيب الآن الصراع على مقعد في الدور الربع النهائي بين الأخضر السعودي والساموراي الياباني. فاجأتني شوي باختيارك اليابان، تجربة مونديالية رائعة، محترفين، نظاميين، انضباط، عقلية احترافية، لماذا اخترت السعودية؟ السعودية لعوامل أعتقد أهمها الأرض والجمهور وإمكانية المنتخب السعودي لا شك، بس دائما المنتخب السعودي إذا يلعب مع الجمهور الكبير اللي متوقع حضوره لمباريات المنتخب السعودي هذا عامل ينصب في لمصلحة. أنت أول شخص ينصف السعودية في مواجهتها مع اليابان، مواجهتها مع اليابان. أتوقع لأن هذه عوامل تساعد المنتخب السعودي على أساس يعبر اليابان. نعم. كلنا نعرف اليابان، ندرك قوة اليابان اللي قدمه منتخب اليابان حتى في المونديال، وهو من الفرق القوية جدا المرشحة بالظفر باللقب، كل هذا معروف. ولكن أعتقد في عوامل أخرى اللي هي عامل الأرض والجمهور للمنتخب السعودي ربما يكون هو الفيصل. على مسؤوليتك كابتن. البحرين في مواجهة الصين، راح تأهل مين؟ الحين مارشيلو ليبي، أنتوا معشر اللبنانيين تحبون الطليان عرفت، فأرشح المنتخب. مقتنع بقرارك؟ مقتنع طبعا، يعني ما في نقاش ما في جدال أبدا. ربما يعني في عوامل الحقيقة، تطور كرة القدم الصينية أكيد، وجود لاعبين من العيار الثقيل وبعشرات من الملايين من الدولارات في دوري المنتخب الصيني، مدرب أكيد عالمي بمواصفات عالمية مارشيلو ليبي أعتقد. فابيو كانافارو يدرب أيضا في الصين. نعم نعم, نعم. نعم. الآن الذئاب البيضاء أوزباكستان، هل برأيك ستستطيع أن توقف مسيرة إيران وكارلوس كيروش؟ الجواب لا، لا وبثقة. لا بثقة لأن زي ما تفضلتي حضور منتخب إيران في بطولة كأس العالم الأخيرة، وجود منتخب إيراني حتى وناديين إيرانيين حتى في دوري أبطال آسيا، نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وواحد منهم حتى لعب المباراة النهائية. كما ذكرت أفضل تصنيف للمنتخبات العربية المنتخب الإيراني. عامل آخر أيضا مع المنتخب الإيراني الكثافة الجماهيرية من الجالية الإيرانية المقيمة في الإمارات، أعتقد عامل مساعد آخر لمنتخب إيران. الآن الجيل الذهبي لمنتخب سوريا في مواجهة المنتخب العماني بطل كأس الخليج مع المدرب الهولندي بيم فيربيك، من تختار؟ شوفي والله مريان، أنا المنتخبات العربية كلها عزيزة علي، بس أنتوا برنامجكم توقعات يعني لذلك ما حدا حيزعل، لازم للأسف واحد راح يغادر. أيضا عوامل جغرافية، عوامل الحضور المكثف للجماهير العمانية ربما يساعد المنتخب العماني على عبور شقيقة المنتخب السوري. أكيد أنت؟ هذا توقعي وفقط توقع، ممكن كل التوقعات هذه لا تحدث. إذن علي الحبسي في المربع الذهبي صديقي علي في الدور الربع النهائي، على مسؤوليتك كابتن، أكيد راح يكون سعيد هو. الإمارات في مواجهة لبنان، يمكن تزعلين والله يا مريم، لا 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 ما بزعل، عوامل كثيرة تقف مع الإمارات. هيدا رأيك ونحن بنحترمه وعلى مسؤوليتك. كوريا الجنوبية في مواجهة نشام الأردن، من سيصعد إلى الدور الربع النهائي؟ مرة أخرى عاطفيا
وللأعزاء الأشقاء أكيد في الأردن معزة خاصة عندي، لكن الواقع يقول، التاريخ الحاضر، أنا منتخب كوريا الجنوبية. وضعت العراق في مواجهة العنابي، سيناريو متكرر في برنامجنا، صدام متكرر، لكن من تختار للعبور ومن يغادر؟ عاد انت اختاري مرة، على مسؤوليتك الحلقة كلها كابتن، واختاري انت على مسؤوليتك. قلت لي انا جاهز وجاهز للتحدي في العراق يحبونك، لا تخافين يعني ما راح يزعلون. لا بقطر وبالعراق بيحبون. اعتقد ان منتخب قطر مثل ما ذكرت من البداية يملك كل الامكانيات على اساس يوصل المسيرة، مع حبي وتقديري لأسود الرابطة. اصلا نحن القلب بنحطه على جنب. كابتن هلا ببرنامج توقعاتي رح نشوف معك مين رح يوصل للمربع الذهبي، من تختار بين أستراليا والسعودية للوصول إلى الدور نصف النهائي؟ هذه مباراة صعبة، صعبة جدا، مثل صعوبة مباراة اليابان والسعودية. لا أعلم، مرة أخرى ممكن الجمهور يتدخل وربما تكون موقع من المواقع الكبيرة، لكن إذا جاز للتوقع أرشح أستراليا. أستراليا إلى الدور النصف النهائي. الآن الصين وإيران، بكل ثقة كابتن، بكل ثقة. هلا مواجهة، هذا واقع مريان، يعني الواقع نلمسه، يعني اللاعب الإيراني حتى في كأس العالم كما ذكرنا، اللاعب الإيراني في دوري أبطال آسيا. مواجهة يعني دائما ما نراها في كأس الخليج بين الأحمر العماني والأبيض الإماراتي، من ترشح، من تختار لبلوغ نصف نهائي بطولة أمم آسيا؟ منتخب عمان يلعب في الإمارات أعتقد مباريات قوية، وهي من واحد من المباريات الخاصة، أو يعتبر ديربي من ديربيات الخليج. أرشح منتخب عمان للعبور. اضغطي. عمان رغم أنه يفتقد لمهاجم صريح كعماد الحسني، هذا توقعي، والإمارات تفتقد عموري أيضا في هذه البطولة للإصابة. كنا نتمنى والله الاثنين يكونوا موجودين أكيد. نعم. الآن قطر الحبيبة، قطر العشق بتعليقك كابتن يوسف سيف، قطر الوطن، قطر الأدعم في مواجهة وصيف النسخة الماضية. منحط القلب على جنب، منفكر كورة ومنحلل كورة، مثل لما تعلق على ريال مدريد وبرشلونة بتاخد طرف ريال مدريد، هلأ ما بدي تاخد طرف حدا، تظلم برشلونة، هلأ ما بدي تظلم حدا، عقلك الكروي مش عاطفتك. عاطفتي يعني موضوع منتهين منه، لكن انا اتذكر ان احنا مع منتخب كوريا دائما نلعب مباريات زينه، سواء في الدوحه او بعض الاوقات في كوريا. وتذكر حتى يوم ما توج نادي السد بطلا للدوري ابطال اسيا، حدث ذلك ايضا على الاراضي الكوريه. يعني قطر، يعني بالإيطالي يقول لك العنابي. كمان مواجهة خليجية، منتخبان في المربع الذهبي، أنصفت العرب. هلا كابتن بدي بطلب منك تاخذ نفس عميق، حريحك قبل ما تختار طرف الآخر من النهائي. أستراليا وإيران، رشح إيران. تفضل كابتن. إيران إلى نهائي كأس آسيا 2019. عمان وقطر، أول شيء بتحب تعلق على هالمباراة؟ طبعا طبعا، وكثير من المباريات أنا. طب بس هلا هيك علق لي شوي عليها، هيك إذا بدك تعلق شو بتقول؟ كيف تفتتح المباراة؟ بقول جول لقطر، وانتهى المنتخب قطر إلى المباراة النهائية.
وهذا توقعي. قطر. إذن بعيونك كابتن، توقعاتك كانت الأدعم في النهائي على الأراضي الإماراتية في مواجهة المنتخب الإيراني المتوج 3 مرات بهذه البطولة، بالمقابل قطر لم يفز أبداً بهذه البطولة. افتتح لي، كيف حتبلش تعلق على هالمو؟ أنت عم تعلق. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، أعطيني جملة كيف تفتتح فيها. ليش ما تعلقين أنت؟ حي العنابي، كيف تفتتح بس هيك؟ قل لي شو عم تفكر. بس لاحظي ترى الطريق صعب يعني. طيب. هني عقب بعد الواحد يلتقط انفاسه. طيب بس هيك جملة كيف بتبلش تعلق؟ ويشوف أكيد مباراة النهائية حسابات مختلفة مغايرة عن اللي حدث طوال هذا الطريق، لكن مرة أخرى عاطفيا ومرة أخرى لأسباب أثق فيه الحقيقة وأثق في قدرات هذا المنتخب، لأن المنتخب أعرف فيه عناصر في غاية الروعة. أفضل لاعب في آسيا عبد الكريم. برافو عليك، التتويج الأخير لعبد الكريم حسن وهو لقب مستحق لأفضل لاعب في آسيا. قرب الحقيقة لولا أخطاء بسيطة حدثت من الدحيل والسد لكانوا حتى يعني على أقل تقدير طرف واحد في المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا. قرب المونديال وإحنا نتحدث عن العد التنازلي لمونديال قطر ومسؤولية هؤلاء الشباب أن قبل اللعب في كأس العالم هذه بطولات الآن أمام منتخب قطر، وهذه بطولة قارية كبيرة، وأنا أتصور حتى إداري مدير المنتخب راح يتحدث عندما يصل منتخب قطر المباراة النهائية راح يتحدث بهذا الشكل بهذا الأسلوب. طيب. أن احنا منظمين لكأس العالم وأن هذه البطولات الكبيرة تسبق كأس العالم. نعم. وعندنا أيضا مشاركة في كوبا أمريكا، فعندئذ بالذات المباريات النهائية لها حسابات خاصة. طيب. لكن أتمنى عندئذ أن الجماهير القطرية تزين الكورنيش على أساس تحتفل بإذن الواحد يعني الأحد. توجت قطر بإذن الواحد الأحد. على مسؤوليتك بدك تضغط على نحن قطر. على مسؤوليتي ومن عيني. قطر هونيك. لا هون سمعتي حتى الصوت كان أعلى. إذن منبارك للشعب القطري فوزه بكأس أمم آسيا إن شاء بعيونك الله. كابتن إن شاء الله نتمنى هالشي يصير حقيقة يعني. أكيد. طيب خلينا نتذكر، أنا عارف مشاعرك 100%. خلينا نتذكر مشوار قطر بعيونك كابتن بهالبطولة. المنتخب القطري تصدر مجموعته وتأهل لمواجهة شقيقه العراقي، تخطى العراق وكذلك في صراعه مع كوريا الجنوبية أكد علو كعبه على مسؤوليتك كابتن، ومن ثم واجه في الدور النصف النهائي شقيقه العماني، ولكن هنا خبرة الإعداد ونتائج المباريات الودية التي خاضها العنابي والاستقرار الفني كما ذكرت يؤهله لتخطي الأحمر العماني ويضعه عن جدارة واستحقاق على مسؤوليتك بالمشهد الختامي. وهنا عندما يصل إلى هذا النهائي لن يفوت عليه اللقب. أعتقد سيكون مباراة كسر عظم على حد أولى كابتن، ورح يحمل الكأس ورح يجي فيها على الكورنيش وكلنا نحتفل بهالإنجاز الذي يتحقق لأول مرة في تاريخ الكرة القطرية. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. بدي أطلب منك تطلع على الكاميرا اللي بتحبك كتير كابتن، وتعترف لي أنا يوسف سيف المعلق الأشهر والأهم أتوج منتخب بلادي بكأس أمم آسيا على مسؤوليتي. أنا معلق من ضمن المعلقين في الوطن العربي، ربما لا أكون الأشهر، ربما لا أكون أمور كثيرة، ولكن أعتقد أن أنا معلق مجتهد ومثابر وأحب هذه المهنة، وإذا اتيحت لي فرصة التعليق على مباريات كأس الأمم الآسيوية راح أكون سعيد جدا، وراح أكون أسعد وأسعد وأسعد
لو صحت توقعاتي معنى توقعاتي أمر يعني أنت بتجيب لنا سوالف كثير، هذه التوقعات ربما لا تصيب أو يصيب منها شيء، ولكن أن أصاب وتم يعني وفق منتخب قطر لكي يلعب المباراة النهائية، عندئذ لكل حادثة حديث، وعندئذ بإذن الله نحتفل بفوز العنابي باللقب الأول على المستوى القارة. شكرا كابتن يوسف سيف. إذن مشاهدينا، على مسؤولية المعلق الأشهر في الخليج والوطن العربي يوسف سيف، المنتخب القطري الأدعم يتوج لأول مرة في تاريخه بلقب هذه النسخة من كأس أمم آسيا على حساب إيران.